السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبسم الله وعلى بركة الله نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كلام الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كنا وقفنا في الدرس الماضي عند تفسير الآيات المباركات من سورة الواقعة من الآية في قوله سبحانه: أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. وكان الحديث عنها وعن تفسيرها، ووقفنا عند قول الله عز وجل: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. لما ذكر في الآيات السابقات في قوله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ذكر هذا القسم الثالث، لأن قبله قسمان: القسم الأول والسابقون السابقون، والقسم الثاني وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والقسم الثالث والصنف الثالث أصحاب الشمال. عافانا الله وإياكم وجعلنا وإياكم من المقربين السابقين وأصحاب اليمين بمنه وكرمه. ثم ذكر جزاءهم والعذاب الذي أوقعه ويوقعه فيهم سبحانه، وأنهم في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وذكرنا معنى ذلك، وذكرنا أيضا لطيفة مهمة، وهي أنه سبحانه لم يقل أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في النار أو في جهنم، وإنما ذكر بعض ما فيها، وأنهم في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وذلك إشارة إلى أنه يعاقبهم سبحانه بالأدنى، بالأدنى ثم الأعلى وهكذا، مبالغة في النكال بهم، لأن جزاءهم وعقوبتهم حلت بهم لما كفروا بالله ولم يوحدوه سبحانه ولم يخلصوا الدين له ولم يعبدوه حق عبادته ويوحدوه حق توحيد، فنالهم هذا الجزاء. ثم لما ذكر هذا الجزاء ذكر أسبابه، لماذا أصحاب الشمال في هذا العذاب والنكال؟ أبان سبحانه العلة، قال جل وعلا: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. فما موقع هذه الجملة مما قبلها؟ جملة تعليلية بيّنت وعللت سبب عذاب أصحاب الشمال: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. هذه المخالفة الأولى والأعظم. والترف هو استخدام النعم في ما لا يرضي الله عز وجل، زيادة ومبالغة في النعيم، لكنه إذا خلا من الإيمان والعياذ بالله أصبح ترفا مذموما، وإلا مجرد توسعة
الله جل وعلا على عباده بالطيبات من الرزق، بالزوجة الصالحة، بالمسكن الواسع، بالمركب الهني من الطيبات، لا بأس في ذلك، لكنه يجب أن يكون عوناً على طاعة الله. ولهذا أصحاب الشمال لما أنهم وقعوا في هذا الترف الذي أخرجهم من دائرة الإيمان إلى الكفر بالله عز وجل وجحوده ونكران نعمه والوقوع في مخالفاته، كان ذلك عقوبة لهم ونكالا عليهم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، قبل هذا اليوم، قبل هذا الجزاء، قبل هذا العذاب، قبل نيلهم كتبهم بشمائلهم كانوا مترفين في الدنيا. هذه الأولى. الثانية، تعليل الثاني، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، والحنث كما قلنا وكما ذكر المفسرون قولان لأهل العلم في الحنث، أن الحنث هو الشرك بالله عز وجل، والقول الثاني أنه الكذب، ولا تعارض بين هذين المعنيين، لأن الكفر والعياذ بالله والشرك به سبحانه نوع من التكذيب له، والكذب يؤدي والعياذ بالله إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار. ويدل عليه قوله سبحانه: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. فالضلال هنا الشرك، والمكذبون هنا الكذب، والكذب يصل والعياذ بالله إلى حد الكفر. فالتكذيب بالرسل والتكذيب بالرسالات والتكذيب بالقرآن والتكذيب بوعد الله ووعيده واليوم الآخر نوع من الكفر الذي يوقع الإنسان في النار والعياذ بالله. الجريمة الثالثة إنكار البعث. وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، لئن بعثنا نحن فآباؤنا الذين هم قبلنا وقد وصلوا من الرفاة والتراب وبعد الأمد عن هذا الجزاء لهو أشد عجبا. هذا عندهم، عند منكري البعث، أئنا لمبعوثون، والهمزة هنا والاستفهام استفهام إنكاري، أئن ينكرون البعث أو آباؤنا الأولون. هذه جرائم ثلاث لأصحاب الشمال، عافانا الله وإياكم مما يستدعي للمسلم الموحد أن يحذره، يحذر الترف المؤدي إلى الكفر والمخالفة، ويحذر الشرك والكذب والإصرار على المعاصي والذنوب لا سيما الكبائر، وأيضا يتخلص من إنكار البعث ويحقق عقيدة اليوم الآخر والرجوع إلى الله عز وجل. قال الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، إلى قوله: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. آيات عظيمة
في إثبات الجزاء والبعث والحساب والربط بينه وبين خلق الإنسان، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. ولهذا تحقيق الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. من هم؟ أصحاب الشمال. لما ذكر الصنف ذكر الصفات السمات، وقبل ذلك ذكر الجزاء. لماذا؟ وكما قلنا لكم في الدرس الماضي أن الجزاء ذكر هنا وأسباب العذاب ذكرت هنا في أصحاب الشمال، ولم تذكر في أصحاب اليمين، لأن المقام في أصحاب اليمين مقام فضل، والمقام في أصحاب الشمال مقام عادل. ومقام العادل حتى لا يقول الإنسان لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، أي الكفار. أصحاب الشمال كانوا أين؟ في الدنيا. ولهذا الدنيا هي دار الابتلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالمؤمن الموحد صاحب التطبيق الكتاب والسنة والسير عليهما والسلف الصالح رحمهم الله يجعل من دنياه محلا للعبادة وإخلاص العمل لله تبارك وتعالى. قبل ذلك أي قبل يوم الجزاء، أو قبل ما ذكر من سوء العذاب النازل بهم، مترفين. مترفين، الترف هو التجاوز، تجاوز الحد في النعم إلى الوقوع في ما لا يرضي الله عز وجل. وكم من إنسان أبطرته النعمة فكفر بالله عز وجل وجحد نعمة الله عليه، كما في قصة قارون، وكما في قصة أيضا أصحاب الجنتين. أو أن ذلك يكون ذكر لحالهم، كانت عندهم المساكن والمآكل والمشارب وأنواع النعم، وكانوا منهمكين في الشهوات متناسين للعبادات واقعين في المخالفات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كانوا يصرون. الإصرار على الخطأ جريمة غير تزيد على مجرد الوقوع في الخطأ. ولهذا قال في آل عمران: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهنا ذكر في صفات أهل الشمال: وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو الشرك بالله، ووصفه بأنه عظيم لأنه لا أعظم من الشرك بالله عز وجل وأخطر. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أخطر ما يقع فيه الإنسان الشرك بالله. ولهذا أيها الموحدون احرصوا على مقام التوحيد والعبودية لله وعدم الإشراك به. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلواحد كن واحدا في واحدي، أعني سبيل الحق والإيمان. وكذا ما يؤدي إلى الشرك، من الشرك الأصغر مثلا حلف بغير الله، قول ما شاء الله وشئت، الحلف بالكعبة، كل ذلك ينبغي أن يحذره المسلم. وكذلك الشرك الخفي وما يقع فيه الإنسان من الرياء والسمعة، كل ذلك مدارك ودركات ينبغي أن يحذرها المسلم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: أإذا متنا
وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كانوا مع وقوعهم في الترف الذي صرفهم عن العبادات والتوحيد والإيمان بالله والوقوع في المعاصي والمخالفات والشهوات والشبهات، ومع وقوعهم في الحنف العظيم وهو الشرك والكذب، كانوا زيادة على ذلك مع هذا كله ينكرون البعث، يقولون أإذا متنا، وكنا يقولون مبالغة في عتوهم استكبارهم وطغيانهم وعنادهم، أإذا متنا، الهمزة هنا كما قلت الاستفهام الإنكار داخلة على محذوف هو متعلق إذا، في قوله أإذا متنا دل عليه قوله أئنا لمبعوثون، أي أنبعث إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أي كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد ترابا وبعضنا عظاما نخرة بالية بعد ذلك كله مبعوثون. هذه شبهتهم والعياذ بالله. ولاحظ كيف قدم التراب على العظام، لما قال أيذا كنا عظاما وترابا أو رفاتا كما في الآية الأخرى، قدم التراب هنا لأن التراب هو المرحلة الأخيرة في مصير الإنسان في طول مدته قبل البعث. أما كونهم عظاما قبل فلا زالوا، لا زال الأمر في طراوة، لأن الأمر أخطر من هذا، وأن المدة مبالغة في الاستباع، تأكيد حتى لا نقول مبالغة في القرآن، تأكيد لعراقة ذلك في الاستبعاد. يعني كون الإنسان يبعث وهو عظام أهون من كونه يبعث وهو تراب، ولهذا استبعدوا هم الأمر فقالوا أإذا كنا ترابا وعظاما، كون عظاما قد يكون مقبولا في الذهن أقرب من الاستبعاد في كونه ترابا تماما ورفاتا، وكلا الأمرين عند الله هين ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، فينبغي توحيده، هذه النتيجة والثمرة، وعبادته ولزوم كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولزوم منهج الصحابة الأخيار والسلف الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، والحذر من طريق أصحاب الشمال، أهل الشرك، أهل الكفر، أهل الإصرار على المعاصي والذنوب، أهل إنكار البعث. ولهذا يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما بأن هناك بعثا ونشورا، فيدفعه إلى ذلك إلى العمل الصالح. التراب من الاستبعاد، ومن الاستبعاد أيضا يقولون نحن إن بعثنا معقول، لكن آباؤنا الأولون، تأكيد لاستبعادهم لأن آباءهم قبلهم وقد صاروا ترابا، فانظر كيف زين الشيطان لهم هذه الشبهة، نبعث وآباؤنا الأولون، مبالغة في الاستبعاد، وهذا مما زينه الشيطان. وكوننا عظاما، كونهم عظاما قد يكون أمرا قريبا، لكن كونهم ترابا تأكيد للاستبعاد، ولهذا قدمه، وأن الأمر هين على الله جل وعلا. أو آباؤنا الأولون لا زالوا في تيه الشبهة في إنكار البعث، يأتي النبي الرؤوف الرحيم المبلغ عن الله شرعه، قل يا محمد بين لهم إن الأولين والآخرين، قل، شوف قل مع يعني تأتي في مزيد وتأكيد الحرص والتنبيه على أداء الرسالة، ومن أوجه الرسالة الإيمان بالبعث والتصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
أو آباؤنا الأولون، مزيد إنكار واستبعاد، والواو أو آباؤنا الأولون، الواو هنا للعطف في لمبعوثون لوقوع الفصل بينهما بالهمزة والتقدير، ألمبعوثون نحن وآباؤنا الأولون، فيأتي الجواب قل يا محمد. وهذا من إذا جاءت قل دائما في القرآن معناها مخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام وتأييد من الله لنبيه في إبلاغه للرسالة. قل يا محمد إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. هذا إجابة أولا على الحياة بعد الموت واستبعادهم لها. اثنين، طول العهد، استبعادهم طول العهد، قالوا أو آباؤنا وكنا ترابا، فمجرد الموت والحياة بعد الموت هذا أمر، واستبعادهم أيضا يحتاج إلى تقريب لهم في المعنى. ولهذا لما أتوا بالتراب وأتوا بآبائهم الأولين استبعادا منهم رد الله عليهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في إجابة شافية. قل يا محمد إن أداة توكيد ونصب، إن الأولين، شوف بدأ بالأولين لأنكم استبعدتموهم أيها الكفار، إن الأولين والآخرين اللي هم أنتم إلى قيام الساعة كلهم هؤلاء مجموعون. شوف التأكيدات الكثيرة، قل إن، البداية بالأولين، إتباعهم الآخرين، لا مجموعون، اللام هنا أيضا للتأكيد، ممكن أن يقال مجموعون لكن جاءت اللام هنا أيضا للتوكيد، مجموعون، ويمكن أن يقال مجمعون كما في قراءة، مجموعون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، إلى ميقات توقيت يوم معلوم. كل هذه يمكن فيها عشرة أدلة هذه الآية فقط على الإيمان بالبعث بهذه الوسائل مع الآيات الأخرى التي جاءت. وكذلك شوف الرد البليغ الذي لا ينكره إلا مصر ومعاند ومكابر، قل يا محمد إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم. يمكن يكون الأسلوب أخف من هذا في التأكيدات، لكن لما بالغوا في إصرارهم وعنادهم واستبعادهم ناسب أن يكون الرد من الله جل وعلا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام على مستوى ما أنكروه. قل يا محمد ردا لإنكارهم تحقيقا للحق إن، تأكيد الأولين في الزمن من الأمم الماضية الذين استبعدوهم أو آباؤنا الأولون، والآخرين فيه الذين أنتم من جملتهم وأيضا هي إلى قيام الساعة، تأكيد عقيدة البعث، اليوم الآخر، الجزاء، الحساب، لمجموعون بعد الموت، وكأنه ضمن الجمع. شوف بعد من اللطائف، لمجموعون إلى، ما قال لمجموعون لميقات، كأن في إلى معنى السوق لهم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر، فعداه بإلى ليناسب نوعا من الزجر لهم على هذا الأمر، لمجموعون، وقرئ لمجمعون. ولهذا قال متى مجموعون
إلى ميقات يوم معلوم، أي إلى ما وقتت به الدنيا وحدت من يوم معلوم لله معين عنده، وهو يوم الجزاء والحساب ويوم القيامة. وعرفنا لطيف التقديم، قل إن الأولين والآخرين، لم يقل الآخرين والأولين لأنهم هم أنكروا في الأولين، وهذا تأكيد في الرد عليهم، حيث كان إنكارهم زائدا على إنكارهم لبعثهم، هم أنهم أنكروا بعث آبائهم الأولين، فجاء الرد مناسبا ومراعيا للترتيب الوجودي. والميقات فيه دليل على التأكيد على الوقت المعين، وأنه إذا جاء ذلك لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، الوقت المضروب للشيء الغاية المنتهي به، وهو يوم القيامة تنتهي به الدنيا ويبدأ به الجزاء. هذا معنى قوله سبحانه قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يكفي كذا؟ لا، ما يكفي. بعد هذا الجمع لهذا اليوم العظيم والوقوف في هذا الموقف الرهيب حيث تدنو الشمس من رؤوس العباد، يأتي جزاء. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون كفرتم وأشركتم وضللتم وكذبتم، فجزاؤكم أيضا مع هذا السوق ومع ما في الموقف من الرهبة وأيضا تطاير الصحف باليمين وبالشمال وهم يأخذون كتبهم بشمائلهم، لا يكفي هذا لكم جزاء. وصفهم بالضلال ووصفهم بالكذب، ثم قال أيضا لآكلون، ما طعامهم في النار والعياذ بالله، لآكلون من شجر من زقوم. ثم إنكم، الخطاب للكفار، لأصحاب الشمال، للضالين المكذبين، حال الخطاب وكل مكذب وضال إلى يوم القيامة، وهو معطوف على قوله ثم إذا جت قاعدتها للتراخي، للترتيب مع التراخي، والتراخي على نوعين، تراخي زماني أو تراخي في الرتبة. التراخي في الرتبة جاء الكبير ثم الصغير، هذا بالنظر إلى الرتبة. والزمان جاء الأولون ثم الآخرون، جاء مثلا هؤلاء في شهر محرم وجاء من بعدهم في شهر صفر، أو ثم جاء من بعدهم في الشهر الذي بعده. هذا التراخي نوعان، تراخي زماني وتراخي في الرتبة، وكلا الأمرين له أدلته. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون معطوف على قوله قل إن الأولين والآخرين، جاءت ثم أيضا في بيان ما لهم من الجزاء في النار والعياذ بالله، وأنهم يأكلون لكن هل الأكل ليشبعهم، ويشربون لكن هل الشرب الذي يرويهم، لا والعياذ بالله. وهذا يقتضي أيها المسلمون الحذر من طريق النار وأسباب ورودها، وأخطرها الشرك بالله عز وجل والذنوب والكبائر والمعاصي والإصرار عليها. إن الأولين داخل تحت قوله ثم إنكم أيها الضالون عن الحق والهدى المكذبون للبعث، وصفهم بوصفين قبيحين، الضلال وهو سبب كل خطيئة عن الحق، والتكذيب له، قد يضل الإنسان لكنه قد لا يكون مكذبا، فوصفهم بهذين الوصفين القبيحين تأكيدا على التنفير من هذا الطريق الذي هو مخالف لطريق الأنبياء والمرسلين. لآكلون، شف اللام هنا أيضا للتأكيد، لآكلون، هذا بعد بعثهم وجمعهم
ووقوفهم وجزائهم ودخولهم النار يأكلون، لكن الأكل الذي يؤذيهم حيث يأكلون من شجر من زقوم، عافانا الله وإياكم، من شجر من زقوم، من هنا جاءت مرتين كلها أيضا تأكيد لشناعة ما يلقونه، من الأولى لابتداء الغاية لآكلون من شجر، أول ما يدخلون النار يأكلون ابتداء الغاية، من زقوم الثانية بيانية. إذن الأولى غائية أو ابتدائية للغاية، والثانية بيانية، من أي شجر؟ من زقوم. والأولى من، آكلون من، يعني ابتداء للغاية التي يدخلون فيها النار ويأكلون فيها هذا الأكل الذي لا يزيدهم إلا نكاية وعقوبة وجزاء، أي مبتدئون الأكل من شجر. وقرئ من شجر وهو قراءة الجمهور، وقرئ من شجرة بالإفراد، قرئ من شجر بالجمع وهي قراءة الجمهور، وقرئ من شجرة بالإفراد وهو شجر الزقوم. والأول إما شجر الزقوم متعددا جمعا، وإما من شجر الزقوم أحدها، وهو والعياذ بالله الشجرة الملعونة في القرآن التي وردت في سورة الإسراء، والشجرة الملعونة في القرآن، وتفسيره أي مبتدئون الأكل من شجر هو شجر الزقوم، وهو شجر كريه، كريه المنظر والطعم، حار في اللمس واللمس، منتن في الرائحة، ومع ذلك ليس فقط يأكلون، يملؤون بطونهم من هذا الأكل، ثم بعد ما يملؤون بطونهم يأتي الشرب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذا أعظم ما ينفر من أسباب دخول النار من الشرك والكذب وتكذيب الرسالات وعدم الإيمان بالله ورسله والقرآن وعدم اتباع السنة وعدم لزوم منهج الصحابة الأخيار رضي الله عنهم، والوقوع في المعاصي والشهوات والشبهات وعقوق الوالدين والمخالفات، كل ذلك مما ينفر منها. هذا أكل أهل النار، هذا شربهم. فليحذر المسلمون، فليحذر المؤمنون، فليحذر قارئ القرآن، فليحذر الجميع من هذا الجزاء. ليسوا فقط يأكلون بل يملؤون، مثل الإنسان في الدنيا يأكل لكنه يأكل من الطيبات ويشبع، هنا أيضا يملؤون بطونهم من تلك الشجرة أو من تلك الشجر، ومالئون منها، التأنيث منها لأي شيء يعود، مالئون منها أي من تلك الشجرة أو من تلك الشجر باعتبار المعنى، أو من الزقوم، مالئون من الزقوم ومن شجر الزقوم بطونهم، أي بطونهم لما يلحقهم من شدة الجوع، يريدون أن يأكلوا فلا يجدوا إلا هذا الأكل النتن، فيأكلونه ليسد جوعتهم فلا يزيدهم إلا جوعا. هذا الحقيقة تأكيد على أهمية مراعاة المسلم أسباب دخول النار ليحذرها، والدعاء بأن يجنبه الله إياها ووالديه والمسلمين. وفيه بيان لزيادة العذاب وكماله وخطورته، أنه فقط ليس مجرد أكل، مجرد أكل وتملأ منه البطون ولا يكتفى منه
بنفسي الأكل القليل، بل حتى تمتلئ بطونهم ويلزمون بأن يأكلوا قسرا وتأديبا ونكاية وجزاء وعقوبة لهم، فيملأ كل منهم بطنه من هذا الأكل القبيح. ثم إذا أكل يريد يشرب، فشاربون عليه من الحميم والعياذ بالله، أي عليه على هذا الشجر وعلى هذا الأكل من الزقوم، أي عقب ذلك بلا ريث على طول، يعني ما في ثم شاربون، جاءت الفاء للترتيب مع التعقيب بدون تراخي، وهذا فيه أيضا تأكيد على النكاية بهم، لأنهم غالبا وقطعا سيعطشون. وتذكير الضمير هنا باعتبار لفظ الشجر، لأن لفظ الشجر يؤنث ويذكر أو عائد إلى الزقوم، ويجوز أن يعود إلى الأكل المدلول عليه بقوله لآكلون، بعد ذلك شاربون عليه أي على الزقوم عقب أكله من الحميم، الماء الحار البالغ الغاية في الحرارة قبل أن يصل إلى أفواههم، والعياذ بالله يسقط لحم وجوههم. عافانا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين من هذا العذاب. قرئ شجرة بالإفراد وقرئ من شجر بالجمع، وهي قراءة الجمهور. زيادة في الشرب، ليس يشربون شربا فقط ليجري الأكل، لا، يشربون شرب الهيم، زيادة في العقوبة عليهم، الهيم الإبل العطاش أو الرمل الذي يشرب الماء ولا يمكن أن يكفيه ماء. الهيم إما أن يراد بها الإبل العطاش الذي أصابها مرض يسمى الهيم، تظل تشرب تشرب حتى تموت، لا تروى حتى تموت والعياذ بالله، أو من الهيم وهي الأرض الهيماء الهائمة التي من سهولتها ورملها لا تمسك ماء، هذا المراد بالهيم، جمع أهيم وهيماء كحمر وأحمر وحمراء، فأصلها هيمة بوزن حمر، فقلبت الضمة كسرة لتصح الياء. ومنه قول قيس بن الملوح يقال به داء الهيام أصابه، وقد علمت نفسي مكان شفائي. هذا المحب والعاشق والهائم والهيمان والذي أصابه داء الهيام، وهنا شرب الهيم الإبل التي بها داء الهيام للماء، وهو داء يصيبها يشبه الاستسقاء بالنسبة للناس. الاستسقاء مرض هو يدعو إلى شرب الماء، ثم إن الماء يزيد في المعدة فيضعف دفع القلب له وكذلك الرئة في النفس فيموت الإنسان والعياذ بالله. فهنا الإبل تشرب حتى تموت، أو الرمال التي تشرب الماء ولا يكفيها ما قال الضحاك وابن عيينة والأخفش وابن كيسان، الهيم الأرض السهلة ذات الرمل، وعليه يكون المعنى أنهم يشربون كما تشرب الماء، كما تشرب الأرض السهلة والرملة الماء ولا يظهر فيه أثر. هذا نزلهم يوم الدين، هذه الجملة، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، خمسة، فشاربون شرب الهيم، ثم هذا نزلهم يوم الدين. كل ما تقدم من جزائهم هذا ما ذكر من الزقوم والحميم أول ما تلقونه، يعني باقي العذاب ما جاء، ما
مع عذاب النار، هذا أكلهم جزء من العذاب، وجزء من العذاب أنهم يأكلون الزقوم، وجزء من الشراب أنهم يشربون الهيم، غير النار والعياذ بالله التي يحرقون فيها فتفحم أجسادهم من حرقها ثم يعودون، وهكذا. فإذا الأمر أيها الإخوة خطير، يوقظ القلوب الغافلة بالإيمان والتوحيد لله عز وجل، فتحيا به من الغفلة التي تصد عن الإيمان بالله. هذا نزلهم أي رزقهم المعد لهم، هذا نزل يعني مثل الرزق، ما يقدم للنازل سمى نزل، للضيف أول ما يأتي يقدم له النزل الذي يعد للنازل ممن يحضر، مكرمة له يوم الدين يوم الجزاء. فإذا كان هذا أول ما ينزلون، فما بالك حينما يستقرون، حينما يستقرون لا شك أن ذلك من التهكم بهم والتوبيخ لهم، وفيه من ذلك ما لا يخفى، كما قال فبشرهم، لكن بشرهم بإيش؟ بعذاب، بعذاب أليم. وهذا أيضا سائغ في القرآن وفي لغة العرب، كما قال الأول وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، وش نكرمه فيه؟ وش نزل عندنا؟ السيوف. هذا وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا، وهذا دليل على أن كلا بحسبه. وهذا نزل هؤلاء الكافرين الضالين المكذبين يوم الدين. هذا ما يتعلق بتفسير هذه الآيات، وعرفنا القراءات في الشجر وشجرة. شرب الهيم، شرب الهيم وردت بقراءات ثلاث، بالضم والفتح والكسر، فشاربون شرب الهيم اسم لما يشرب، وقرأ مجاهد وأبو عثمان النهدي بكسرها، فشاربون شرب، شرب الهيم وهو بمعنى المشروب كالمأكول كالطحن والري، وقرأ ابن المسيب ومالك بن دينار فشاربون شرب الهيم بفتحها وهو مصدر، وقرأ القراء في هذا نزولهم الجمهور على ضم الزاي نزولهم، وقرأ نافع وأبو عمرو بإسكان الزاي هذا نزلهم، وكلاهما لغتان في لغة العرب، وقراءتان من القراءات المشهورة. ما يستفاد من هذه الآيات؟ أولاً خطورة الكفر والكذب والضلال، وأن أصحابه هم أصحاب الشمال والعياذ بالله، وهذا تقسيم بأثلاث الناس: السابقون، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال. لكن هل أصحاب الشمال ثلث الناس؟ لا، هم في الصنف ثلث، لكنهم في الكمية أكثر. وش الدليل؟ قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهكذا من الآيات التي فيها أن المشركين والكفار قد يكونون الأكثر. التنديد بالترف المطغي، المطغي إلى ترك التكاليف الشرعية، تقرير عقيدة البعث والجزاء والحساب، لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، خطورة ما يرد لأصحاب النار. هذا جملة من هدايات هذه الآيات. الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في وقت صلاة الفجر، أن الصحابيات كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم
فيخرجن من الصلاة متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. من الغلس، من هنا إما أن تكون من بي ابتدائية يخرجن ولا زال الغلس موجودا فلا يعرفن للغلس، أو تكون تعليلية فلا يعرفن لعلة الغلس، لا يعرفن لوجود الظلمة وأنه لا زال الليل، يعني لا زال الصلاة، لا زالت الظلمة، بمعنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في أول وقتها، لا يعرفهن أحد من الغلس، إما ابتدائية وإما تعليلية، وهو الأقرب تعليلية، لأنه هل عدم معرفتهن أو عدم المعرفة بهن لبقاء الظلمة أو لمبالغتهن في التغطية لوجوههن وأجسادهن؟ الواقع هنا الذي يدل عليه السياق والمعنى أنه لبقاء الظلمة، وهذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في أول وقتها. وقد ذكرنا اختلاف أهل العلم في وقت صلاة الفجر على قولين، القول الأول الإسفار، أنه يصليها بالإسفار، وهو وجود سفر ونور أول النهار مع ظلمة الليل. والقول الثاني، وهذا قول الجمهور، أعني أنه القول الثاني أنه يصلي بغلس، يصلي بغلس يعني في أول الوقت لا زالت ظلمة الليل موجودة في ابتداء وقت الفجر. وفيه القول الثالث الذي قلناه سابقا أنه يصلي في ابتدائها بالغلس ويخرج مسفرا لطول قراءته عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر، حيث يقرأ فيها من 60 آية إلى من 50 آية إلى 60 آية إلى 100 آية مع مراعاة أحوال الناس. إذن ما هو الأفضل؟ عرفنا الآن الوقت وأنه من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا وقت صلاة الفجر. أيهما أفضل؟ يصليها في أوله بالغلس والظلمة موجودة، ولا ينتظر حتى يسفر؟ قولان لأهل العلم، هذا في الأفضلية غير مجرد الوقت. القول الأول وإليه ذهب الحنفية، وهو قول عدد من السلف منهم طاووس والثوري، إلى أن الإسفار أولى وأفضل في البداية والنهاية. لاحظ، هي 3 أوقات، بداية ونهاية بغلس، بداية ونهاية بإسفار، بداية بغلس وانتهاء بإسفار. هنا هذا القول، وهو قول الحنفية، أنه لا، الأفضل أنه يبدأ بالإسفار إذا أسفر الوقت، فالصلاة بالإسفار أفضل عند هؤلاء القائلين بأن الإسفار أفضل. ما دليلهم؟ استدلوا بعدد من الأدلة، منها حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وقال الترمذي حسن صحيح، وقال العقيلي إسناده جيد، وقال شيخ الإسلام رحمه الله حديث صحيح. ومن أدلتهم على أن الإسفار أفضل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا أنه جمع بين المغرب والعشاء في جمع
يعني في مزدلفة، وصلى الصبح يومئذ لغير ميقاتها، لغير ميقاتها، وهو يحتمل أنه أسفر بها. هذا دليلهم من النقل، حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وحديث عبد الله بن مسعود، هذا من النقل. ولهم دليل من العقل وهو والنظر، وهو أن الإسفار فيه انتظار للجماعة، في تكثير للجماعة، ينتظر الإمام والمصلون ينتظرون بعضا من الوقت حتى يأتي الناس، تكثر الجماعة، تتصل الصفوف. أما التغليس، الصلاة في أول الوقت، الجماعة ما لحقوا ويكون قلة، وقد يسيرون في ظلمة، وقد يكون عليهم خطر، ويتعرضون للأذى، فيعني فيه نوع من الأدلة العقلية. وكذلك أن لا يقع الإنسان في أذى في دخوله في خروجه من الصلاة، كأن تزل قدمه أو يقع في حفرة أو نحو ذلك من الأضرار التي تنشأ في السير بالظلام. هم يقولون إذن لنسفر حتى لا نقع في هذه الأمور. والإسفار أيضا فيه إتاحة لفرصة نافلة الفجر، لأن نافلة الفجر مؤكدة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. فإذا أسفرنا أتحنا للجماعة الذين يأتون متأخرين أنهم يؤدون نافلة الفجر في وقتها. أما إذا غلسنا، صلينا في أول الوقت في ظلمة الليل والظلام لا زال موجودا، فإننا نفوت على الناس سنة الفجر. طبعا نوقش هذا من الجمهور، وهم المالكية والشافعية والحنابلة، الذين يرون أن التغليس أفضل، بدليل حديث عائشة لا يعرفهن أحد من الغلس، وهذا دليل على أنه يصليها بغلس. قول الثاني وهو قول الجمهور ومن التابعين ذهب إليه الليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي والطبري وابن المنذر، ذهبوا إلى أن التغليس أفضل، يعني الصلاة في الظلمة بداية ونهاية، خروجا دخولا وخروجا، لأحاديث منها حديث الباب، حديث عائشة صلى الفجر بغلس. وش تجيبون أيها الجمهور على مذهب الحنفية وحديث أسفروا بالفجر وما ذكروه من أدلة عقلية؟ أجيب عنها بعدد من الإجابات. أن حديث أسفروا بالفجر وإن كان صحيحا فليس المراد به الأمر، وإنما المراد به تبين الفجر. أسفروا يعني تأكدوا من وقت الفجر وأنكم لم تصلوا في الليل قبل دخول الوقت، فليس المراد هنا الإسفار، لأن غلبة الظن التي يعني يصليها الإنسان لا تكفي، لا بد من التبين حتى يسفر، يعني يخرج يدخل الوقت، هذا المراد بالإسفار، وليس إسفار النهار. هذا من إجابة الجمهور. وتكون فإنه أعظم للأجر، صيغة التفضيل تأتي أحيانا على غير محلها، لا يلزم إنك إذا قلت زيد أفضل من عمرو أنه أفضل منه في كل وجه. ولهذا قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أعمل بعض المفسرين أفعل التفضيل هنا على بابه ووجهه، وبعضهم قال كلاهما عند الله سواء، لأن الله لا يعجزه شيء، فالمراد بأهون عليه هين عليه، فلا يعمل بأفعل التفضيل هنا. هذا من أدلتهم. ومن أدلتهم أن المراد بالإسفار
هنا أسفر بالفجر خروجا وليس دخولا، بمعنى أطيل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يطيل القراءة في صلاة الفجر، يقرأ بالستين إلى مئة آية، وهو اختيار الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، واختاره من الحنابلة أبو يعلى وغيرهم من العلماء. الذي يترجح والعلم عند الله تعالى أن التغليس في البداية ولا بأس في الإسفار في الخروج والنهاية. لماذا؟ لأن في هذا إعمالا بين الدليلين، إعمالا بين الأدلة، إعمالا للأدلة جميعا. والقاعدة المشهورة عند الأصوليين إعمال الكلام أولى من إهماله، والجمع أولى من الترجيح، والتأكيد والتأسيس أعظم من التأكيد. كل هذه أدلة وقواعد تدل على أن الإسفار المراد به، حتى نجمع بين الأدلة، عند الخروج، خروج الوقت. ولهذا كان الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهم والصحابة في جمهورهم يصلونها بغلس ويخرجون بإسفار. وقد قيل لأبي بكر لما أطال القراءة: طلعت الشمس يا أمير المؤمنين. قال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا دليل على أن الإطالة في الصلاة في الفجر إذا لم يشق على الناس أولى، فالتأسيس أولى من التأكيد، وإعمال الكلام أولى من إهماله. وأصل كل كلام وظاهره الإفادة لا الإعادة. كل هذه قواعد تدل على أن المراد أن التغليس أفضل، وأن الإسفار معناه تبين الوقت والتحقق من دخوله، أو محمول على خروج الناس من الصلاة فيخرجون مسفرين، وهذا في نهايتها. أيضا من أوجه الجمع أن التغليس فيه تعظيم للأجر، للمسابقة إلى الخيرات، وعجلت إليك ربي لترضى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، سابقوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات. تصلي في أول وقتها تخرج من العهدة والذمة والمسؤولية. وقد قال بعض أهل العلم: لو فرط فأخر الصلاة عن أول وقتها ولم يصلي فيها لعد مفرطا. وفي هذا أيضا عظم للأجر بإطالة الصلاة، وتأكيد لهدي النبي عليه الصلاة والسلام في إطالة الصلاة في صلاة الفجر، بحيث يخرج وهو مسفر. وقول عبد الله بن مسعود في حديثه: وصلى الصبح يومئذ في يوم جمع لغير وقتها، المراد ليس لخروج وقتها، وإنما لغير وقتها المعتاد، يعني بكر فيه، أو أنه أسفر على أحاديث الإسفار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإنما مراد عبد الله بن مسعود أنه كان يؤخر الفجر عن أول طلوع الفجر حتى يتبين وينكشف ويظهر، وذلك اليوم عجلها قبله. ومن أدلتهم من المعقول أن التغليس يتيح الفرصة للمصلي أنه يصلي الصلاة في أول وقتها، المسابقة إلى الخيرات، يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله، بينما إذا أخرها لم يكن عنده وقت ليذكر الله بعد الإسفار أو إلى الإسفار. كما أنه أدعى إلى الاستيقاظ واتساع ذكر الله المشروع في أول النهار.
والذي يترجح والعلم عند الله. أولا في مسائل الخلاف لا ينبغي أن ينكر على المخالف، ولهذا عقد شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين فصلا وبابا لا إنكار في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف طبعا التي لم يتبين دليلها. فمثلا الآن الناس تصلي جماعة، الناس تصلي جماعة، فيصلي المسلم مع الجماعة ولا يجلس يقول لا والله أنا أرى أن الإسفار أفضل فيترك الجماعة ويصلي حينما يسفر الوقت، بحجة مثلا أنه على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الجماعة واجبة، لكن لو قدر أنه إنسان فاتته الصلاة وهو على يرى مذهب أبي حنيفة في الإسفار وصلاها مسفرا، فالأمر فيه دليل، دليل رافع بن حديث رافع بن خديج وحديث عبد الله بن مسعود، لكننا نقول له ويبين له في مجال البحث العلمي في مجال الدليل والحجة والأفضل وما عليه جمهور أهل العلم. إذن التغليس أفضل، ولهذا الترجيح كل بحسبه، قد يرجح الحنفية ما لم يرجحه الحنابلة والمالكية والشافعية، ولا غرو. ونحن في مثل هذه المسائل ولا سيما طرحها في الحرمين الشريفين لا نتعصب لمذهب، وإنما نحرص على الدليل ونحرص على أن تجتمع القلوب، تجتمع القلوب وتسلم من الخلاف والشر، لأن الجماعة خير، ولا ينبغي للإنسان أن يتعصب لرأي أو يتحزب لفئة أو جماعة أو مذهب. نعم، التغليس فيه جمع بين الأدلة، تغليس وأكثر الأدلة على هذا، والغالب في شأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة من بعده كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. هذا حديث أبي برزة الأسلمي يعضد حديث التغليس في البداية والإسفار في الخروج. أيضا من الأدلة المرجحة حديث أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلاها مرة فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. أيضا أن هذا هو الموافق لعموم الأدلة على استحباب تعجيل الصلوات، قال ابن المنذر رحمه الله ودل ذلك على أن استحباب تعجيل الصلاة يعني في التغليس أولى وأفضل، والتغليس بالصبح، بل إنه رحمه الله أكد على ذلك وعقد البيهقي في السنن باب التعجيل بالصلوات في أول الأوقات، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقال الحافظ ابن عبد البر وعلى تفضيل أوائل أوقات الصلوات عليه جمهور أهل العلم وأكثر أئمة الفتوى. وأيضا مما يؤكده فعل أبي بكر وفعل عمر والأئمة الأربعة، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن المنذر وذكر بعض الآثار وابن عبد البر التي تؤكده. فأحاديث التغليس إذن أقوى وأكثر، ويعضدها أيضا فعل الصحابة رضي الله عنهم. والقاعدة الأصولية عندنا أن المبين مقدم على المجمل،
حديث الإسفار مجمل، هل في أول وقت الإسفار، في أول الوقت، في النهاية. أما حديث التغليس فإنه مبين، والمبين مقدم على المجمل كما هو مقدر كما هو مقرر عند الأصوليين. ثم البيان ما أفاد ما عنا من المراد بالخطاب المجمل، أن في التغليس إعمالا للدليلين للأحاديث هنا وهناك، فتحمل أحاديث إسفار على التبين وعلى أنه إسفار في الخروج من وقت الصلاة، والجمع مقدم على الترجيح. ومما ينبغي أن يلحظ، وهذا تنبيه مهم، أن استحباب التغليس في الدخول والإسفار في الخروج ليس على الدوام، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الصحابة. فنحن مثلا هنا مثلا في الحرمين تراعى أحوال الزحام في الحرمين وحال الناس، ولا سيما في موسم الحج وموسم رمضان. قال ابن القيم رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وهذا بعد ثبوته، يعني بعد تقريره أن التغليس أفضل، إنما والإسفار عند الخروج أحيانا، إنما المراد به الإسفار بها دواما لابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج فيها أو منها مسفرا كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، فيكون قوله موافقا لفعله. فأيضا إما الأفضل أن يكون بتغليس أو يبدأ بتغليس ويخرج بإسفار، وإن أسفر بها أحيانا جمعا بين الأدلة وإعمالا لها حتى لا يهمل بعضها، فهذا فيه الجمع بين الأدلة. هذا ما تيسر إراده في هذه المسألة وفقهها، والمراد بالأفضل في هذه المسألة في التغليس أو الإسفار في صلاة الفجر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من المحافظين على صلواتنا والمؤدين لها في أوقاتها، وأن يجعلها لنا نورا وخيرا وبركة في حياتنا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.